هكمل معاكم اخر فقره في حلقتنا النهارده، وهنتكلم النهارده عن فن محدش عارفه كتير اسمه فن الموزايك. هل هو رسم ولا هل هو فن ولا ايه بالظبط؟ خلينا نرحب معاكم بعاشقه الموزايك ياسمين شرف. اهلا ازيك يا ياسمين؟ تمام عامله ايه؟ ياسمين. الحمد لله كله الحمد كويس. نبتدي بابجديات، ما هو الموزايك؟ الموزايك هي خامه، الخامه ديت هي ديت اللي موجوده معانا، هي قريبة من الإزاز، يعني هي لو كسرناها أو لو اشتغلنا بيها هو إزاز. يعني بتتكسر؟ هي بتتكسر، هي دي القصفة بتاعتها اللي احنا بنشتغل بيها، فديت لو كده اهي بنعمل أي شكل احنا عايزينه، يعني احنا لو عايزين مثلث بتكسريها زي ما احنا عايزين. اللي احنا فسيفساء، الفسيفساء ده اللي هي ده حاجة أساسية، الفسيفساء بنشق منها كذا حاجة. بنشق منها الموزايك. الموزايك، وفي طبعا أوكي. بنشتغل رخام، وفي ناس بتشتغل بالسيراميك، وفي ناس بتشتغل يعني في ناس بتجيبوا الصور وفي الإزاز، وفي الإزاز يعني شغل الإزاز اللي هو الإزاز المعشق والحاجات ديت. يعني ده إيه؟ ده إزاز؟ ده إزاز. ده دي الخامة إزاز، بس هي طبعا هي بتبقى 2 سنتي في 2 سنتي. يعني حاولي كده قربيها كده شوية. أهي كده عشان ناخد لون. أهي كده دي. أيوة. دي هي بتجيلنا كده، يعني انا بجيبها وبشتريها. هي دي الموزايك. ده الموزايك. ده موزايك زجاجي. موزايك زجاجي. في خزفي بيبقى اثقل شويه وقريب، بس الوانه ترابيه، بتبقى ما بتبقاش الالوان مساحه الالوان بتاعتها موجوده. ده هو ده 2 سم في 2 سم. طبعا اللوح الكبيره بنشتغل بلاطه كامله، بنحط البلاطه دي كامله. اما اللوح الصغيره بنضطر ان احنا لازم تتكسر، طبعا بتتكسر ديت، يعني انا مشروع التخرج بتاعي كان دي متكسره 16 حته. دي متكسره 16 حته. انت يعني بتجيبي يعني بنشتغل بملقاط. دي بتوجع العين قوي، يعني بتوجع العين. دي ما عندوش عايزه عين. يعني بتشوفي ازاي؟ طيب ما هي خلاص اتعودنا، يعني لو هي حاجه ما صغرتش خلاص. وساعات بنشتغل بملي، يعني في التفاصيل اللي هي الصغيره، العينين والحاجات ديت، احنا بنشتغل تقريبا مش عارفه هي تقدر تشوفها بعيونكم دي. لا بتتشاف. لا بتتشاف، يعني انت بتمسكيها بملقاط. بنشتغل كده، يعني ديت مش عارفه هتبان ولا لا. دي العين مثلا بتبقى، لان اللوحه بتبقى التفاصيل صعبة جداً. بالذات لما بتبقى اللوحه 50 في 70، يعني الشغل كل ما بيصغر كل ما ده بتصغر اكتر. أيوة. فلان تخيلي العين. طب ورينا كده حاجه من الشغل اللي انت عاملاه. هو في لوحه الحصري دي طبعا الناس كلها ديت، دي مش عارفه برضه ده لوحه الحصري. بس من الكاميرا شويه اهي. دي انا اول ما اشتغلتها واتركبت كان الناس كلها فاكرين ان هي انا شايفاها رسمه. لا هي مش عارف. ثواني، يعني هو بتكسروهم لبارتكلز ودي عشان كبيره ما اتكسرت؟ يعني لا دي اتكسرت، بس اتكسرت ثلاث اربع بلاطه. ده واحنا بنشتغل اهي، فهي لو شفتيها لو اتقربت دي على الارض. انت حطيتها احنا بنشتغل على الارض. دي كانت 5 متر في 7 متر، وبعد كده بتتقطع حتت صغيره والعمال بقى بيجوا يركبوه. فكتير قوي كانوا فاكرينها الوان زيت، مش فاكرينها شكلها من بعيد كده. ما هي كذا حد يقول لي احنا شفناك وانت بتلوني. لا انتوا فاهمين غلط، ده هو ده البلاط. البلاط بيتحط جنب بعض، وبعد كده لما بتتكون الرسمه زي بالظبط اي حاجه، زي فكره البازل. البازل انت ما بتشوفيهوش، انت غير لما بيتكون، غير لما بيتكون. يعني look at the bigger picture من بعيد بالظبط، لازم تتشاف. هي الموزايك ده الجداريات كلها عامه، يعني اي حاجه لازم نشوفها من بعيد عشان نقدر نحكم عليها. وده الصعب في الشغل بتاعنا، اني انا لما بشتغل على ترابيزه انا مش شايفه، انا لازم بطلع فوق الترابيزه واقف بعيد على اعلى واصور بكاميرا او اصور بحاجه عشان اقدر الم الشكل. فحتى اللوحه ديت لما اتركبت واتعملت، بعد ما اتركبت انا شايفاها من بعيد، لازم اقرب. لازم يعني الحاجه بتتشاف من بعيد ما بتتشافش من القريب. فكل الشغل بتاعنا مشكلته ان انت طول ما انت شغاله انت مش شايفه اللوحه، انت لازم تخلصيها او تخلصي جزء منها كبير، وبعد كده بتقومي مصوراها، وممكن تتفك وتتعاد من اول وجديد. ممكن عادي جدا. عادي جدا، يعني احنا في الشغل بياخد مننا مجهود وبياخد مننا وقت. طب ممكن اعرف الوقت قد ايه؟ بصي ما اقدرش اقول، يعني انا في حاجات بتبقى مثلا لو ورود، لو حاجات طبيعيه بتبقى الموضوع سهل لان مش فارقه. اما طبعا لما بشتغل وشوش بني ادمين يعني انا دلوقتي شغاله كتير تفاصيل، فلازم اجيب الشبه، لازم اجيب الشبه بتاع الحد ده. ما ينفعش ان انا اجي اقول ايه لا ده مش شبهه، او
فطبعا تجيبي تفاصيله. اه تفاصيله. والملي عندنا بيختلف، يعني انا ممكن الملي في العين او الملي في المراخير بتلاقي المراخير اتعوجت. انا مش بفرشه، انا مش بشتغل بفرشه، انا بحط بلاطه على بلاطه. وفي الاخر انت لو شفتيها في الصوره هتلاقي ايه ده، دول ثلاث بلاطات عاملين عين، دول اربع بلاطات عاملين مثلا. طب انت عامله حاجه فيها وش بني ادم؟ انا في وشوش. اه انا يعني انا مشكلتي ان انا كل الشغل اللي بيجي لي شغل ديت مثلا لوحه الحصري، لو هي اتقربت اهي هي ده حتى الشادوز يعني. اه ما هي بالظبط، فهي انت لو شفتيها هتلاقيها هي بلاط. أيوة. محطوط جنب بعضه، وفي الاخر هتطلع النتيجه بتاعتنا اللي هي. انت درساه ولا؟ انا خريجه فنون جميله تصوير جداري. كانت عندنا دكتوره في الجامعه كانت تيجي تقول لنا ايه حبوا البلاطه، كنا نقول لها ايه ده. انا الدكتوره ديت يعني من الدكاتره اللي انا نفسي اشوفها. بس انا كليتي كانت في اسكندريه، وهي اسكندريه معروفه بالموزايك اصلا. ايوه يعني الكورنيش كله معمول موزايك. فكنت اجي اقول ايه ده، ايه يحب البلاطه ديت. انا دلوقتي وانا قاعده لو في بلاطه في اخر لو انا بشتغل لوحه كبيره وبنشتغل على الارض، يا جماعه شيلوا البلاطه دي. فيقولوا لي نعم، يعني ايه شيلوا البلاطه دي؟ اه شيلوها، دي مش معدوله. فلما نيجي نصور بالكاميرا نلاقي فعلا البلاطه ديت لونها مختلف مختلف، بالذات لما بنعمل تدريج. يعني انا في لوحه الحصري انا عامله تدريج، يعني الخلفيه دي شغاله مثلا بثمان الوان، انت مش شايفه الا ثلاث الوان بس. لا بس انا عشان اجيب من الدرجه ديت للدرجه ديت انا شغاله ثمان الوان. فبالتالي لا، الموضوع بتاعها بتتعاملي مع خامه انت مش بتقدري تحدديها الا لما تتركب. فكانت هي ديت بس. طب بتجيبي الخامات دي منين؟ وهل هي غالية ولا مش غالية؟ بصي، هي الخامات هي في مكاتب كتيرة، هي أصلا دي صيني الخامة. ورينا كده ياسمين لو سمحتي. الخامة دي صيني. صيني هي ليها أنواع؟ لا هو طبعا يعني هو كان في إيطالي بس طبعا، وأسباني، والحاجات دي بقت غالية جدا. بس طبعا الصين دلوقتي بقت اكتسحت كل حاجة. فابتدت تعمل اللي هي الألوان ديت اللي هي متعشقة، تحسيها جاية فيها ده طبعا. يعني كان الأول أنا كنا أيام الكلية كان بيتباع غالي جدا. شكلها أحلى. بس طبعا مش في كل الخامات بنقدر نشتغل بيها كده. كمان الجليتري شكلها احلى، فيري سباركلي. وبرده هي مشكله الخامه ديت ان احنا الالوان مش كلها متاحه عندنا. يعني الوشوش لما اجي بشتغل الوشوش احنا بنشتغل بس الالوان دي. فانت متخيله ان اللي هي الالوان ديت عشان شكل لون الوش. كل الوشوش، وشك كل وشوشنا كلها بتتدرج الاربع الالوان ديت معينه. فطبعا بالتالي انا بعاني ساعات ما بلاقيش اللون وما بقاش عارفه. يعني دي مشكله في الصيني ولا ان جنرال؟ هي اصلا الخامه اصلا احنا ناقصه. صح، الالوان هي مش متاحه، مش كل الالوان بنقدر نشتغل بيها. يعني مش كلها ان احنا دي مثلا لوحه انا عاملاها مش عارفه هتبان. ده موزايك. ده لا ممكن تعرضيها تاني عشان ياسمين ما شفناهاش. طيب اوكي، دي اهي. ده موزايك الكونتور. ده ما حدش يعني مثلا ممكن انت لو شفتيها من بعيد مش هتقولي دي رسمه عاديه. أيوة. مش بس السؤال مهم، يعني هل هي تالنت ولا يعني انا مثلا اكتسبيها؟ بصي، هي مش هي اهم حاجه لازم يبقى عندك صبر. فهي بس نظرة الالوان اللي انت بتقول عليها دي انا بالنسبه لي شايفه لونين خلاص. فهي عايزه صبر، لان انت بتحطي حاجه بلاطه جنب بلاطه، انت مش ان انت مش بتشتغلي حاجه. خصوصا يا ندى ان هم حاجات صغننه قوي وبعدين بيها عشان تبقي حاجه صغيره. اصلا وبعدين عشان تبقي حاجه كويسه في المجال ده، لا احنا بنفك كتير. يعني انا ممكن اشتغلها وبتعيدي تاني وشهر وبعد كده اللوحه كلها تتفك وتتعاد من اول وجديد لانها مش مظبوطه. لان انا مش شايفاها، انت حاجه انت شغاله فوق الحاجه، ان مش برسم وشايفه الحاجه واقفه، لا احنا شغالين. فطبعا البعد بتاعها ما ينفعش. بس اكيد محتاجه ان انا اكون فاهمه في الالوان اكتر. محتاجه مش هي مش فاهمه، هي بتبقى خبره. يعني هي بتبقى خبرة. بعد كده يعني هي في الاول بتتعلم. يعني في حاجات ممكن بسهله ان هي اي حد، يعني مثلا لوحه زي دي او لوحه زي ديت حلوه قوي. دي بتبقى نوعا ما ما فيهاش، انت مش بتركبي الوان، او زي ديت انت بتكسري. يعني في نوعين فن، في فن ان انا اعرف اكسر وما اقدرش اسيب بلاطه. يعني انا لما باجي اشتغل دي لازم تتلزق في دي ودي لازم تتعشق في لازم دي. يبقى نفس الكيرف مع نفس الكيرف. فبنقعد خلاص انا عرفت. فده الاول بتبداي تتعلميه. يعني اي حد بيجي
بخليه مثلا يشتغل خلفيه ان هو يعرف يكسر او يمسك القصافه ازاي، وبعد كده ازاي يتعامل مع الخامه ديت. أيوة. او ان هو يقدر يكسرها، يعني طبعا مش من اول مره اي حد بيعرف، لان كمان يعني انا في الاول كنت بتعور كتير، لان ده ازاز، ده ازاز انت بتتعوري، بس عادي خلاص بقيت دلوقتي خدتي على مسكه الازاز. ازاي ان انا اقدر امسكها. فطبعا بتاخد وقت في الاول اي حد، يعني في ناس مثلا ممكن تيجي تقول لي ايه ده، لا الموضوع سهل طب اوكي تعالي اشتغلي. لا، احنا ممكن نشتغل بست ساعات ما نقومش من على اللوحه، فلو هي ما عندها الصبر او ان هي مش قادره تعمل، لا هتتعور وهتحس ان ايديها وجعتها، ومش هتحس ان هي فاكره ان اول ما هتبدا شغل هتعمل شغل كده. لا لا، محتاج تعليم. احنا مش احنا اول ما اشتغلت، يعني انا في الكليه اتعلمت، بس اول ما بدات شغل قعدنا سنه بنشتغل خلفيات بس، وبعد كده ابتدينا نخش عناصر، ان احنا نبدا نشتغل عناصر. بعد كده ابتدينا نعمل بدل العناصر، لا بنعمل تفاصيل صغيره، او التابلوهات اللي هي التابلوهات 50 في 70، اللي هي لسه صغيره، اللي هي صغيرة. لحد ما انت وطبعا انت عامله لوحه متر في متر. ما هي ده متر في متر، دي سهله. انا يعني أصلاً عندي عامله حاجات، يعني ديت 50 في 70، في ديت متر في متر، ديت يعني ديت مثلا ممكن اي حد يشوفها. لا دي صوره كان حد توريها لنا، بس دي صوره كان حد جايبها لي وقال لي انا عايز اعمل زيها. يعني في ساعات بتبقى جايه بيطلبوا في حاجات كتيره بيبقى جايبين اللوحه. ده حاجه اسمها رايش، شغل رايش احنا بنشتغل شكله 3D ده. ما هو ده شغل، ده شغل رايش ديفاز، صح بالظبط. فده شغل رايش، يعني ده شغل رايش، بنكسر البلاط حتت صغيره جدا. وريني الورد ده تاني يا سليم معلش. بصي حلوه قوي. ده كده الوانه خرافيه اصلا، فيري بس ده باين ان هو ازاز. ما هو بصي انت عشان انت قريبه، ده بنقعد نكسر البلاط كده اهو كده، يعني كتير قوي. يعني ديت دول الخامه قد دول، ياه. وبيتلزقوا جنب بعض. واصلا يعني بصي حطيها على الكاميرا تاني، مش عارفه هي تبان ولا لا اصلا للناس. ده مشروع التخرج بتاعك كده، احنا ما باينه اصلا. ده مشروع التخرج كده، انا مشروع التخرج ده كله كده. يعني انا ساعه مشروع التخرج احنا اخذنا فيه، بس انا عامله كنت رخام. فيش نوع اشكال ثانيه؟ انا شايفه بورتريت، شايفه ده 3D، يعني ممكن تقول لنا بيتعامل منه شنو اشكاله؟ كل حاجه احنا في، يعني في حاجات ساعات بنعملها بتهيالي بيعملوه في المطابخ والحمامات. أيوة في برضو في ساعات احنا بنشتغلنا حاجات في المطابخ بتتعمل الوزره، بحيث ان في ناس تقول لك انا مش عايزه اللي هي انا مطبخي عايزه حاجه مختلفه، فساعات بتتعمل الحته اللي بين اللي فوق واللي تحت ده في النص، في النص بيتعمل الشكل اشكال بقى زي ما انت عايزه بتطلعي وفي ساعات بيتعمل ارضيات، بس الارضيات ارض كامل ده صعب قوي، بس الارضيات عشان هي الموزايك برضو صيني كان زمان الاسباني وكده كان يستحمل، فكان بتشتغلي على الارضيه وتمشي عليها ما فيش مشكله خالص. دلوقتي عشان الصيني طبعا والفرق العمله وفرق يعني حاجات كتيره طبعا اقتصاديه. بالظبط. يعني احنا كنا زمان بتتكلمي في متر، دلوقتي الخامه غليت، فبتضطر انك انت طب بتقللي كمان. وهنا بتقللي. في مصر برضو ما بتوصليش قوي للناس اللي مثلا تقولك ايه انا ممكن اعمل بورتريه او مش عارفه بكام. لا على فكره احنا الشغل بتاعنا بياخد مجهود مننا. يعني الشغل مش خامه، يعني في ناس تقولك طب الخامه ديت مش غاليه. لا هي الشغل مش خامه. دي كنت عاملاها لوحده سعوديه مش مصريه، كانت عايزه شغل بدوي، حاجه بدوي. احنا معانا صور يا ياسمين عايزين نعرضها كده، نعرضوها حالا. ما هو شغل، هو فن، يعني ممكن ارضيات، ممكن ارضيات، وممكن اللي هي الحاجات 3 دي البارزه، في حاجات ياسمين. ايوه دي الصوره اللي انت دي الصوره. قول لنا بقى دي ايه بالظبط. دي هي بدوي، يعني هي كانت عايزه اصلا حاجه قريبه من مصر وكده. فهي ده كل ده موزايك بالبيشه بتاعتها، بالبتاع بتاعها اللي موجود. الصوره اللي بعدها ده برضو موزايك. حلو قوي ده. بصي الديتيلز ده مين اصلا بقى. لا هو ده دكتور تجميل اصلا، دكتور تجميل. يعني بالظبط. فدول ده كلهم ده شغل موزايك. ده مين برضو؟ ده برضو لا هو حد يعني معلش احنا عايزين نعرف برضو عشان الصور بتتعدد له. لا انا حد ما اعرفه، يعني استاذ محمد فؤاد. ايوه بالظبط، استاذ محمد فؤاد ده يعني اول حد شجعني بصراحه. وده الشيخ الحصري، دي معموله في معهد الحصري هنا. ديت
ده حاجات تجريديه يعني ساعات بتبقي انت عايزه تعملي ده فن دي الوان مختلفه بقى ده الوان مختلفه ده انت بتعملي الوان مختلفه ديت دي من بعيد بقى الصوره بتاعت الحصه اللي بتكون ديت هي رسمه انا شايفاها رسمه لا لا ده ودي حلوه جدا ده مشروع التخرج بس على كبير يعني ساعتها كانت الحاجه ياسمين كان عاجبها مشروع التخرج بتاعي بس طبعا كان معمول رخام الحاجه ياسمين اللي هي تمام هو ده حيطه يعني ولا دي حيطه معموله في دار المناسبات بتاعت حيطه كامله الحصري اوكي في برضه طب ياسمين عايزه اسالك سؤال ده مشروع التخرج بتاعي اللي هو معمول رخام حلو قوي ده اللي هو معمول 16 حته يعني معمول كله بالحجم ده قولي لي ياسمين ليه مجال في مصر بقى الموزايك بصي في ورش تعليم يعني فيه هل في ورش تعليم بس طبعا هي المشكله ان احنا عندنا ممكن تعرضي لنا الصوره دي تاني عايزين نشوفوها ده مشروع التخرج قربيها شويه من الكاميرا بس سنه تقريبا قربيها شويه انت قعدتوا سنه كامله بتعمل ده لا بس انا ده في شهر ده في شهر ده اشتغلناه شهر, شهر. دي كانت كام في كام بقى دي متر في متر متر في متر دي ساعتها انت المفروض انا من عشاق مصر القديمه والحسين والحتت دي فكنت انت المفروض بتختاري المكان اللي يتعمل فيه فهي كانت فكرته ان انت لو طلعتي عند حديقه الازهر في مبنيين كده انت بتختاري فمفروض ان انت من فوق الازهر انت شايفه كلها مآذن ايوه فطبعا اخدت بقى ان ازاي المآذن بتاعت مصر وتطورها والمآذن زمان فالمفروض ان كل شكل معمول بشكل مأذنه ده انت اللي اخترتي انا اللي اخترت هو كان المشروع حر طبعا في كل واحد ليه مجاله او كل واحد عايز بيختار اللي هو عايزه بس طبعا والرخام ماده عريقه هو شغلها صعب ومش اي حد بيشتغله لان تكسيره ذات نفسه يعني انتوا اللي بتكسروه وبتعيري ناس كل ده بيتكسر انتوا اللي بتكسروه كل ده احنا اللي انا اللي مكسراه ده صعب ده يعني هو الرخام هو في موزايك وفي رخام وفي شغل ازاز وفي نحاس يعني الهلال والحاجات دوت مشتغله نحاس فده كل ده شغل الموزايك بتاعنا فطبعا طيب. انت بقى بتعلمي ولا انت بتشتغلي انا بشتغل فريلانس كده انا بشتغل لوحدي بس في ورش ساعات بتتعامل بس المشكله ان احنا عندنا في مصر في حاجه يعني انا نزلت او شفت رحت في اماكن وكده كل واحد يقول لك ايه انا عايز بنته تطلع بترجع بلوحه لا احنا الشغل دوت ما ينفعش ان انا اقول لك اعلمه لك تدريب صح لا انت عايز شهرين ثلاث شهور اربع شهور عشان ابدا اقول ان هو بيشتغل يعني ممكن في الاول لا هي هيشتغل حاجات مش مفهومه فانا لا انا مش عايزاك تيجي تتعلم انا عايزاه مش عايزاك تيجي تروح بيتك بلوحه انا عايزاك تيجي تتعلم ان انت ما فيش حد في مصر موجودين ان ايه بيعلموا لا هم بيطلعوا لك لوحه وانت تكملي يعني احنا بنشكرك جدا يا ياسمين حلقتنا خلصت وبجد انبسطنا ان انت كنت معانا النهارده ولينا حلقه كمان عشان تعرضي لنا شغلك اكتر ان شاء الله وفن الموزايك يعني يبقى فن. مشهور في مصر أيوة. وعشقة الموزايك ياسمين هو عشقة الموزايك فعلا برافو عليكي حرفيا نورتينا يا ياسمين ميرسي بنشكركم استنونا في حلقه جديده بكره ان شاء الله معاكم